تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا السابقة بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم وكذلك اقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل ويانا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. طبعا مثل ما عودناكم مواضيعنا بتتطرق لصحية وكذلك طبية. أذكر برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. بداية مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون دردشة السوشيال ميديا، ويانا الأخت أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. السامعين صبحكم الله بالخير، سرور دكتور عليك وعلى كل مستمعي إذاعتي ورسائل. صباح سرور وسعادة يا أسماء. نحب لكم نحن موجودين الحين في معرض الشارقة الدولي للكتاب. ممتاز. وهاي أول مشاركة للهيئة، فيها مجموعة من الأشياء الجميلة مثل المتحف الصحي، الخدمات اللي نحن نقدمها في يعني في الهيئة، الجانب البحوث والمكتبة الطبية والمكتبة الإلكترونية، وأيضا في يعني أشياء رسائل قديمة تعود ل 1970 و80 يعني معروضة أيضا في المعرض. تاريخ تقريبا يعني إذا من هذه السنين فوق 30 سنة. دكتور حتى في قصص نجاح للمرضى كانوا موجودين عندنا أيضا في هالكتيبات قاعدين نوزعها. يعني حلو الواحد يشوف قصص نجاح شخص ثاني يعاني من نفس المرض اللي كان يعاني صحيح. فيه وكيف هو تخلص من هذا كله. صحيح. أيضا بعد نحن كنا حاطين استفتاء مثل نسويه كل أسبوع، إن ما هو الأفضل، وجبات تحتوي على بروتين أو بروتين شيك اللي هو تعتبر المكملات الغذائية أو شيء. نعم. عندنا على تويتر تقريبا 1-2% قالوا وجبات تحتوي على بروتين. أبيتيك الحين بيت التعليق. وعلى الانستغرام 69% يقولون البروتين، اللي يعني الوجبات تحتوي على البروتين. نعم. الجواب هو الناس بحاجة لتنوع المكملات الغذائية من البروتين طالما أنت تحصل احتياجك من البروتين الطبيعي في الأغذية. المشكلة الناس تعرف بس ما عرف ليش يتجهون للبروتين والبروتين شيء ويحتاجونه بدال الأكل، لكن في أشخاص يحتاجون. صح في وفي ناس تشكك بعد في الكمية اللي تأخذها من البروتين، يعني أنها ما بتكفيهم. إيه ومثلا الرياضيين يحتاجون شيء معين، بس دائما أنت لما بتسوي شيء شاور أخصائي التغذية، قل له أنا أبغى أخذ بروتين شيء، أبغى أسوي هذا السبب، أنا أبغى أبني عضل، أبغى أسوي. وأحيانا في أشخاص يعانون من البروتين ما يكون نازل، مع أن يأخذ كل هالأشياء بيعززهم بالمكملات، لكن دائما حتى لو أنت يعني تحتاج تبني عضلها استشير أخصائي التغذية، لأن هم موجودين عشان يخلونك أنت تصل للهدف اللي أنت تبغى توصله سواء كان الوزن ولا غيره. فأيضا عندنا بعد بعض النصيحة اليومية اللي عودنا الناس بتحدي تبين اللياقة، يقولوا في حتى اليوم يساعد المشي بالإضافة إلى التمارين الرياضية على إفراز مادة الأندروفين الهامة للجسم، وهي تعمل على تخفيف الضغط البدني والذهني وتقليل الشعور بالقلق والتوتر. دائما الناس يقولون نحن متوترين وعندنا ستريس عالي، لكن أنت جرب تسوي على الأقل لو تمارس الرياضة يوميا وبتشوف المود عندك كيف بيتغير. يعني دكتورة أنا جربتنا شخصيا المود عندي تغير 180 درجة.
لأنك تركز في الشيء اللي أنت قاعد تسويه، يعني يطغى حتى على تفكيرك وقلقك. سبحان الله. هي والمادة هاي لما تنفرز مادة الأندروفين وايد تقلل من نسبة القلق والتوتر، فيعني واحد ما يهم النشاط البدني، لأن النشاط البدني مو بس تبقى أضعف. صح. يعني مشكلتنا نحن او مشكله المجتمع، انا دائما اقول اذا شاف واحد ضعيف يسوي رياضه ليش يسوي رياضه؟ ترى انت مو مثل، صحيح صح، مو مرتبط بالوزن، ترى مرتبط باشياء ثانيه. صح. يعني يوم بديت اسوي رياضه عشان اقلل نسبه الغضب والتوتر اللي عندي، وفاد. جميل. ونختمها بالرساله الصباحيه اللي تقول: لا تجعل ابسط الامور تقف بينك وبين زملائك، ولا تجعل الاشياء الصغيره تفسد يومك وعلاقاتك بالاخرين. احيانا نحن بتصرفات بسيطه، مشي ما طالعتني عدل، ما سلمت السلام عليكم كان غير، وتجي عقب نفسيه تستوي. صحيح. اشياء بسيطه دكتور ما لها داعي يعني. صحيح، مرات نحتاج يعني نتجاهل اشياء عشان يعني نكسب نفسنا او نكسب حتى اشياء كثيره في حياتنا. هي صحيح، في النهايه نحن كل واحد جاي من بيئة مختلفة، من مكان مختلف، ونحن المفروض كل واحد يتقبل الثاني. صحيح. يعني نبقى الأشياء البسيطة هاي تخرب يومك بين وتخرب بينك وبين زملائك، نفس ما قلت يا أسماء. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا، هاي كانت فقرتنا في دردشة السوشيال ميديا، واليوم هو افتتاح معرض الشارقة للكتاب. طبعا شعار هذا المعرض هذه السنة: افتح كتابا تفتح أذهانا. جميل جدا شعارهم، يعني جد، يعني كتاب الواحد فقط، يعني كذا فكرة طلعنا منه، كذا تغيير يصير في حياتنا مرات من كلمة قال، فما بالكم من كتاب ومن شخص مؤلف لهذا الكتاب برز أكثر خبرات وتجارب في هذا المجال. ننتقل لفقرتنا التوعوية اليوم، وعنا بنتكلم عن فوائد الأساي، التغذية في هيئة الصحة بدبي، الأستاذة سامية خالد. صبح جراب الخير أستاذة سامية. انقطع الخط مع الأستاذة سامية، بنرجع لها مرة ثانية، وبنتكلم اليوم عن فوائد الأساي. يمكن تكلمنا المرة اللي طافت كذلك يعني في حلقة سابقة عن فوائد الأساي، بس بما أن تساؤلات زيادة عليه، وبما أن الناس حابين هذا الموضوع وخاصة الأساي، يعني تلاحظون الحين انتشرت المطاعم اللي تخصص الأساي، وكذلك الناس ابتدت تحب طعمه وتستخدمه بكميات كثيرة. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سامية خالد. صبح الله بخير أستاذة سامية. صباح النور والسرور، حياكم. صباح حياك الله، حياك الله. طبعا موضوعنا اليوم شيق، وهو بيتكلم عن الأساي. نعم نعم، فحابين نتعرف أكثر عن الأساي وكذلك فوائده. نعم، أولا فاكهة الأساي هي فاكهة الموسم حاليا ومنتشرة جدا، والحمد لله يعني الناس بيتناولوها بشكل مستمر، بس لازم نعرف المتابعين على بعض الفوائد الصحية لهذه الفاكهة. نعم. أولا فاكهة الأساي اللي ما بيعرفها هي من أحد الفواكه اللي هي من أنواع التوت، يتبع لقائمة شجر التوت. نعم. ولها العديد من الفوائد الصحية، أولها واللي يهم الجميع طبعا هي لها علاقة في تخفيف الوزن، هي علاقة غير مباشرة، وذلك لأن فاكهة الأساي أو ثمرة الأساي تحتوي كمية عالية من الألياف التي تؤدي إلى الشبع فترة طويلة، وبالتالي تساعد على خسارة الوزن. أيضا لها دور في تعزيز معدلات الأيض أو معدلات حرق الدهون، وبالتالي الشخص اللي بيتناولها بانتظام في برنامج غذائي محدد ممكن أنه يؤدي إلى خسارة الوزن على المدى القريب أو البعيد. ممتاز، هذه الفائدة الأولى لفاكهة الأساي. الفائدة الثانية من طبعا فوائدها لا تعد ولا تحصى، لكن إحنا بنحاول نختصرهم بشكل سريع. تزيد من الطاقة لدى الشخص اللي بيتناولها، وذلك لأنها تؤدي إلى تطهير الجهاز الهضمي من جميع الفضلات. تكلمنا قبل شوي أنها تحتوي ألياف، الجميع بيعرف أنه الألياف هي مكنسة الجسم، تكنس كل الفضلات المترسبة في الجسم. صحيح. فبالتالي الجسم بيكون فيه طاقة أكثر، الشخص بيحصل على معدلات كافية من النوم، وبالتالي بيصحى في اليوم الثاني بشكل أنشط بسبب تناول هذه الفاكهة. ممتاز. رقم ثلاث، اللي بيهتموا بالجمال سواء من السيدات أو الرجال، لها علاقة مباشرة هالمرة في الحصول على جلد صحي ومشرق، وذلك بسبب احتوائها على كميات هائلة من الفيتامينات
اللي لها علاقة بالجمال اللي هي فيتامين A وC وE وتراكزهم جدا عالية في هذه الفاكهة. إذا تناول الشخص مقدار كوب من هذه الفاكهة بشكل يومي أو 4 إلى 5 مرات أسبوعيا سينعكس على تجديد خلايا البشرة وتوهجها وطبعا التخلص من المشاكل اللي قد نحصل عليها بسبب جفاف الجلد. جميل. الفائدة رقم 4 تؤدي إلى زيادة سرعة تدفق الدم وذلك لاحتوائها على مركب خاص. هذا المركب هو من أحد مضادات الأكسدة، إحنا بنسميه أنتوسيانين. هذا المضاد الأكسدة موجود في الفواكه عادة اللي لونها داكن، ونحن نعرف إنه فاكهة الأسدار هي لونها غامق، يعني تقريبا الأرجواني الغامق. هذا اللون ما كان عبث، يعني سبحان الله رب العالمين خلق هذه الخاصية فيه لعطينا هذه الفائدة. هي في مضادات الأكسدة تعمل على زيادة تدفق الدورة الدموية، وبالتالي الأشخاص بيكون عندهم فرص تخثر الدم أو لا قدر الله السلطات الدماغية جدا أقل إذا تناولوا فاكهة الأستاي. ممتاز. وأصلا هذا يدعم إنه نحصل على قلب أقوى، يعني لما ما في تخثر للدم، لما في زيادة في تدفق الدم هذا بيؤدي إلى حصولنا على قلب أقوى وعلى فعالية من القلب وعمل الشرايين بشكل أفضل وتخفيض مستويات الكوليسترول بجميع أنواع الكوليسترول الغير جيد، فهذه كمان تابع لتحسن تدفق الدم. الفائدة الأخرى طبعا مثل ما قلنا فوائدها جدا عظيمة، تحتوي على مادة تسمى الأوميجا 3. نعم. هذه الأوميجا 3 احنا عارفين انها منتشرة بشكل دوائي. صحيح. لكن إذا أخذناها بشكل مباشر وصحي وطبيعي من فاكهة الأساي فهي بتؤدي إلى زيادة الإدراك العقلي وتعزيز الذاكرة، والأشخاص اللي بينسوا، في كتير ناس بالذات اللي في عملهم بيلتقوا بالكثير من العملاء وفي كثير من الأحداث بتصير عندهم في اليوم، لو أخذنا فاكهة الأساي بشكل يومي بهذا بيؤدي إلى أنه إحنا الذاكرة عنا بتكون قوية ونتخلص من النسيان أو النسيان المؤقت، فقدان الذاكرة المؤقت. ممتاز، يعني أشياء كثيرة في هذه الفاكهة. جدا. والفائدة الأهم وهي طبعا يمكن إحنا لكاد لا يخلو، يعني في قسم الأورام إذا بتدخلي بتلاقي على طاولة كل المرضى فاكهة الأساكة. هي للأمانة هي في عنا دراسات حديثة نشرت في دور فاكهة الأساكة في محاربة السرطان، وذلك مثل ما تكلمنا أنها غنية جدا بمضادات الأكسدة، هي تحارب الكتل المسرطنات في أجزاء الخلايا والتي تؤدي بدورها إلى قتل الخلايا السرطانية أو تقليل نموها أو تقليل انتشارها إلى باقي الأعضاء. يعني حتى لو الشخص مصاب هي تؤدي إلى حصر الورم، وبالتالي الورم بيكون متمركز ما بينتقل للأعضاء الأخرى. في حالة الشخص غير مصاب تقلل أو تباعد في فرص الإصابة بالسرطان. ممتازة، وفوائدها جدا كثيرة، ويعني الجميل أن الناس حابتنها كذلك، يعني مو بأن فائدة وفوائدها يعني ومهمة كذلك، يعني مو بأن فوائد بسيطة، فوائدها كبيرة. بسيطة، فوائدها رئيسية ومهمة، وهذا اللي استدعى شركات الأدوية أنه تصنع منها حبوب. يعني هي متوفرة كمان في كحبوب وكبودرة. ممتاز. شركات انتبهت لفوائدها وشافت تأثيرها على فعالية الجسم ومقاومة الأمراض، فقاموا يصنعوا منها كبسولات. طبعا إحنا نشجع الجانب الطبيعي، إحنا صحيح. نفضل إن نأخذها مباشرة عشان نأخذ فوائد الألياف وفوائد الفيتامينات الموجودة في الفاكهة نفسها. ممتاز. أستاذ سامي خالد، أخصائية تغذية في هيئة الصحة بدبي، نشكرك على هذا الموضوع وعلى الفوائد اللي ذكرتيها بخصوص الأساي. شكرا لك. شاكرين لكم حسن المتابعة، ويومكم صحي وسعيد إن شاء الله. يومك أسعد إن شاء الله أستاذ سامي. الله يخليك حبيبي. شكرا أستاذ سامي خالد، أخصائية تغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا بخصوص فوائد الأساي. طالعين فاصلة إن شاء الله ورادي لكم، خلكم ويا أنا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا موضوعنا لهذه الفقرة اليوم بيكون عن الحديث عن حملة الأمل لمحاربة سرطان الثدي. طبعا كنا عارفين سرطان الثدي من الأمراض المنتشرة، وكذلك يعني السرعة أو من يعني الاكتشاف المبكر لهذا المرض يعني دوره كبير في عملية العلاج وكذلك التشافي من هذا المرض. وطبعا هيئة
الصحة بدبي تولي اهتمام كبير من ناحية نشر الثقافة سواء بالكشف المبكر وسواء بطرق العلاج. طبعا عندنا فعاليات كثير تخص هذا الموضوع، واليوم بنتكلم عن إحدى هالفعاليات اللي هي حملة الأمل لمحاربة سرطان الثدي. ويانا الدكتورة هند أحمد العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة هند. صباح الخير جميعا. صباح الخير عاشر. صباح النور دكتورة هند. طبعا هذه الحملات لها دور كبير في محاربة وفي كذلك تعريف الناس بأمراض كثيرة، ومنها نتحدث بالخصوص مرض سرطان الثدي، فحابين تعطينا نبذة عن حملة الأمل لمحاربة سرطان الثدي. بسرعة، احنا في هيئة الصحة نسعى دائما لتحقيق مجتمع أكثر صحة وسعادة من خلال تعزيز الوعي لدى الأفراد بخصوص جميع الأمراض، ونخصص شهر أكتوبر نخصصه للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار حملة الأمل صحتك أغلى افحص اليوم. هذا الشهر احنا نخصصه حملات نسويها في عدد من الدوائر الحكومية، نستهدف فيها الكوادر الوظيفية في المؤسسات، نقول لهم شو هو سرطان الثدي. وفي نفس الوقت بعد نذكرهم أهمية الفحص الذاتي لنفسهم كإجراء وقائي من هذا المرض، ونعرفهم بأساليب الكشف المبكر فيها. مثل ما تعرفين دكتورة أن الكشف المبكر يساهم في تفادي مضاعفات هذا المرض وتحقق نسبة شفاء جدا عالية. إذا إحنا اكتشفنا هذا المرض كل ما كان أبكر كل ما كان أفضل. صح، وحتى يعني استجابة لكل أنه إلى العلاجات تكون أسرع. بالفعل دكتورة، إحنا نوعي النساء جميعا أن ضرورة أن هم يفحصون ذاتهم في الشهر، ضرورة أن هم يروحون عند طبيب مختص كل سنة عشان الفحص هذا، وإذا وصلت لسن معين اللي هو 45 سنة لازم تسوي الماموغرام بشكل سنوي، إلا إذا كانت عندها تاريخ عائلي لهذا المرض فإحنا ننصحها دائما أن تسوي فحص الماموغرام في عمر أكثر من 45. صحيح دكتورة. بتكون حابين نتعرف أكثر عن الحملة، يعني بتكون فيها جلسات حوارية أو نقاشات، أو بتكون يعني عرض الأشياء معينة تخص سرطان الثدي؟ إحنا كانت لنا سلسلة من الفعاليات في شهر أكتوبر. نعم. وبنختمها إن شاء الله باكر في نادي زعبين للسيدات. بتكون عندنا فعالية جدا كبيرة، بنستضيف عدد من الخبراء والمستشارين في جلسة حوارية يتكلمون فيها عن المرض وسبل الوقاية وسبل العلاج، إلى جانب إحنا عندنا ناجية من هذا المرض بتكلمنا عن تجربتها في هذا المرض وكيف تغلبت على هذا المرض وشو هي الأشياء اللي ساعدتها في رحلتها في العلاج. إلى جانب الجلسة الحوارية بيكون عندنا عدة محطات، محطة تثقيف عن الغذاء، محطة تثقيف عن الفحص الذاتي، احنا بتكون عندنا أجهزة نقدر نفحص الحريق في نفس المكان، إلى جانب محطة استشارات جلدية وصحة الفم والتغذية وغيرها. ممتاز، يعني بتكون يعني كحملة يعني مكتملة كامل، يعني مو بس سرطان، يعني سرطان ثدي وكذلك التقذوي اللي خاص بالوقاية من سرطان الثدي، نفس ما قلتي الجلدي وكذلك التثقيف، يعني بتكون متكاملة تقريبا هذه الحملة. يعني بتكون فعالية كبيرة متكاملة، وأنا من هذا المنبر أدعو جميع المستمعات اللي يحضروا لنا باكر إن شاء الله في نادي زعبين للسيدات من الساعة 9 الفعاليات بتبدأ. ممتاز، وهاي دعوة من البرنامج للسيدات أن بتكون باكر الفعالية اللي هي حملة الأمل لمحاربة سرطان الثدي. دكتورة هند، حابينك تخبرينا أكثر عن أهمية الفحص المبكر كذلك لمحاربة سرطان الثدي. مثل ما قلت لك سابقا ان الفحص المبكر يساعدنا ان احنا نكتشف المرض ابكر، وكل ما اكتشفناه ابكر وكل ما كان نسبه الشفاء عاليه. فعشان كذا احنا دائما ننوههم ونذكرهم ان لا تخافين ان تقولين انا ما بفحص ما بعرف،
يعني هذا الشيء أنا أعتبره يعني جزء من الوعي، إن أنت لازم تفحصين إذا أنت اكتشفتي هذا الشيء أبكر، أنت تدخلين في رحلة العلاج بسرعة أبكر، ونسبة شفائك بتكون عالية أكثر بعد. فأنا أرد وأنوه عليهم، لازم تتعلمين كيف تفحصين نفسك مرة كل شهر، لازم تروحين عند طبيب مختص يفحصك سريريا مرة في السنة، إلى جانب الفحص الماموغرام اللي إحنا ما نقدر نستغنى عنه، وخصوصا من سن 45. صحيح. دكتور حابة تضيفين شيء دكتورة هند بخصوص الفحص المبكر؟ لا ما حاب، يعني بس أنوههم إنه وايد في إشاعات، وايد في كلام عن الفحص المبكر، صحيح، الماموغرام إنه مؤلم، صحيح، إنه ما منه فائدة، فأنا أذكرهم إن كل هاي الإشاعات، صحيح، وإن الفحص المبكر بيساعدك أنت إنك تعرفين المرض هذا أبكر لا سمح الله، وفي نفس الوقت إن أنت بتكونين مطمنة ومرتاحة بدل ما تكونين عايشة في شك. صحيح. والماموغرام جهاز يعني جدا دقيق، ويكتشف لك الأشياء على عدة يعني دقيق جدا، لدرجة إن إحنا نقدر نعرف المرض من بدايته. فهو صح شوي مزعج، ولكن إحنا ننصح فيه إنه جهاز آمن وفعال. ممتاز دكتورة، أنت الجميل أنك ركزتي على نقطتين مهمات خاصة في يعني نفسية المريضة. يعني أولا في مرضى ومريضات كثار يعني نقول متعاملين كثار ما بحابين يفحصون عشان ما يكتشفون أن عندهم لا قدر الله المرض، وهاي نقطة جدا مهمة. ونفس ما قلتي لا تخافين، هذا كوعي الواحد يتعالج ويدارك من البداية، ولا أنه يعيش في وسواس فترات طويلة. النقطة الثانية اللي ركزتي عليها كذلك ومن منبرنا كذلك، نركز على السيدات أن لا تسمعون أي إشاعة أو أي كلام يقول لك الماموغرام متعب، الماموغرام مؤلم، هو شوية يمكن عدم راحة بس أهميته جدا كبيرة، نفس ما ذكرت الدكتورة هند ويانا في البرنامج. نشكرك دكتورة أنك ركزتي على هذه النقطتين، لأن نواجهها بشكل يومي في من نحول أي مريضة لأنها تسوي فحص الماموغرام. دكتورة هند، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج؟ بس حاب أذكرهم أن المعرفة تزيد من إدراكك وتزيد من وعيك، وتحافظين على نفسك وعلى صحتك، مو بس عشان صحتك أنت، يعني إذا أنت كنتي في صحة وسلامة بتقدرين تخدمين عائلتك بطريقة أفضل، تخدمين مجتمعك بطريقة أفضل، ودمتم بصحة وسلامة. ودمتي بصحة وسلامة وسعادة كذلك. دكتورة هند أحمد العواضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مع السلامة. هذا بخصوص حملة الأمل لمحاربة سرطان الثدي، وكانت يانا الدكتورة هند أحمد العوضي. إن شاء الله الحملة بتكون باكر في نادي زعبيل للسيدات من الساعة 9 الصبح، وبتكون فيها نقاشات حوارية وفقرات تثقيفية ما فقط بالنسبة تخصي سرطان الثدي والوقاية منه، وكذلك بتتطرق الأشياء الثانية لها علاقة كذلك بأمراض الصدر، وبتتطرق كذلك فقرات تقذوية وكذلك فقرات تثقيفية باكر إن شاء الله في نادي زعبيل للسيدات الساعة 9 الصبح. مستمعينا بنطلع فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا اليوم عندنا فعالية جدا مهمة تخص الجميع في الإمارات كلها، واليوم هو افتتاح معرض الشارقة للكتاب. طبعا هذه الدورة 38، والسنة شعارها افتح كتابا تفتح أذهانا. اليوم إن شاء الله الافتتاح، وبيتواصل معرض الشارقة للكتاب إلين 9 نوفمبر إن شاء الله. طبعا في هذا الكتاب في أشياء، في معرض الكتاب في أشياء كثيرة وكثيرة تهم الجميع مختلف الأعمار، وشعارهم صراحة السنة يعني يفتح أشياء كثيرة، خاصة أن فتح كتاب تفتح أذهان يعني وليس ذهن واحد. وإن شاء الله والمعرض بيكون في معرض
في مركز إكسبو الشارقة. وطبعا الهيئة شاركت السنة في هذا المعرض، ونتحدث أكثر عن مشاركة الهيئة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. ويانا الأستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي، حدثنا أكثر عن مشاركة الهيئة في معرض الشارقة للكتاب. صباحك الله بالخير أستاذ خالد. صباح الله بالنور أستاذة. أهلا أستاذ. سامحيني أن أتكلم، والآن الكلمة الرئيسية لافتتاح المعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. نعم. يفتتح الآن يفتتح الآن الافتتاح بكلمته المعتادة في افتتاح المعرض. هيئة الصحة في دبي تشارك لأول مرة في معرض الشارقة للكتاب. نعم. بمنصة تعرض فيها ما تقدمه الهيئة من مصادر معرفية لكافة موظفيها للارتقاء بمستواهم العلمي من خلال المكتبة الطبية التي تحتوي على أكثر من 200 ألف كتاب، إضافة إلى وجود 17 مليون مقال طبي محدث، وأيضا أكثر من مليون صورة يستطيع أن يستفيد منها الباحث. كما نقدم في خلال هذه المنصة في معرض الشارق الكتاب المجلتين الطبيتين التي تشرف عليهم هيئة الصحة في دبي. أيضا نقدم لهم نتائج التقرير الصحي، تقرير الإحصائي الصحي لإمارة دبي، ونتائج المسح الصحي، وأيضا قصص النجاح. كل هذه هي مصادر يستفيد منها الباحث والطبيب القارئ الذي يريد أن يطور من مستواه العلمي من خلال قراءة إلكترونية تصل به إلى مكتبه، حيث أن هذه تطبيقات متوفرة على موقع الهيئة في الإنترنت والإنترنت. نعم، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق أستاذ خالد في مشاركة الهيئة في هذه السنة في معرض الشارقة للكتاب. كلمة أخيرة توجهها لمستمعين أستاذ خالد. أنا أدعو كافة الجمهور وبالتحديد الأطباء وطلاب الطب والفنيين والممرضين والصيادلة أن يمروا على جناح الهيئة في الصالة رقم 7 أو 6 و7، أن يمروا عليه وينظروا إلى ما تقدمه الهيئة لموظفيها ومن للعاملين في القطاع الطبي من مجالات للقراءة بهذا الحجم. ممتاز إن شاء الله. وهذه دعوة خلال البرنامج الأستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يوفقك. شكرا لك. مستمعينا، هذا بخصوص معرض الكتاب ومشاركة هيئة الصحة بدبي في هذا المعرض. طبعا لا يخفى عن الجميع أهمية الكتاب في حياتنا، حتى في سواء حياتنا اليومية أو حياتنا سواء الشخص اللي يدرس أو الشخص كذلك اللي يعمل أو الشخص يعني ما نقدر نقول يعني الجميع له هدف في حياته والجميع له أشياء معينة حاب يطورها في نفسه. فسبحان الله حتى شعار المعرض السنة يعني يجذب أشياء كثيرة أن الشخص حتى يقرأ ويزيد معلوماته من القراءة، حتى لو الشخص يسمع أو الشخص بيطلع. فسبحان الله دور الكتاب جدا كبير يعني في حياتنا. مرات كلمة نقراها في كتاب أو جملة نقراها في كتاب تغير أشياء كثيرة عنا. فهذه دعوة منا أن لحضور المعرض ونشوف شو الأشياء اللي موجودة كذلك فيه. والمعرض الجميل أنه لجميع الأعمار، يعني سواء للصغار سواء للشباب سواء للكبار، للجميع، سواء وجميع التخصصات تكون متوفرة، سواء المخطوطات سواء البحوث سواء كذلك الكتب. والشخص يتعرف على دور نشر عالمية، مو فقط دور نشر محلية، تكون يعني تغطية لعالم الكتاب بالأكمل. وهذه ما شاء الله الدورة 38. ونفس ما قلت لكم يعني حتى شعارها افتح كتابا تفتح أذهانا، الكتاب الواحد أذهان كثير بيفتحها، سواء
من جملة تفتحين فيها أو من كتاب واحد يفتح الشخص أذهان. وسبحان الله يعني تعطي الشخص يعني القراءة بنفسها يعني يعني تعطي الشخص خبرات ناس كثيرة. خبرة الشخص هذه يلخصها في كتاب معين ويمكن في في صفحات، وما بشرط يكون كتاب توعوي، مرات تكون قصة نقراها في دقائق أو نقراها في ساعة، بس القصة كذلك اللي قاعدين نقراها أو الرواية اللي قاعدين نقراها تحمل في طياتها أشياء كثيرة، يمكن درس أو معنى معين حابب الكاتب يوصله لنا بالطريقة غير مباشرة أو بطريقة تجذب الناس أكثر وأكثر أنها تسمعها أو تغيرها في حياتها، لأنها تكون يلعب الخيال دور كبير فيها، لأنه يشوف الشخصيات بس في خيالنا خلال قراءتنا. وطبعا القراءة لها دور كبير كذلك في يعني ما أنها كهواية وناس وايد تطلع وتقرأ، فهي بتقلل من يعني مثلا نقول اضطرابات في حياتنا أو حتى من التنشن أو الاسترس، يعني ضغوطات الحياة اللي نشوفها يوميا، يعني يحس الواحد أنه قاعد يناقش شخص والنقاش كله من ناحيته، مثل اللي يستقبل معلومات. والجميل في الكتاب أني أختار الشيء اللي أنا حابة أقرأ، ما بأنه شيء مفروض علي، خاصة بالنسبة للكتب اللي نقرأها. ننتقل لدراستنا اليوم، ودراستنا تقول وجدت دراسة تكشف خطورة عربات الأطفال على أدمغة الرضع. الأمهات والأهل لا تتخوفون من هذه الدراسة، نسمعها قبل. أفادت دراسة حديثة لجامعة بريطانية بأن عربات الأطفال تعرضهم لنسبة كبيرة من التلوث تفوق ما يتعرض له الكبار، حيث يحتوي هالتلوث على مستويات عالية من المعادن السامة اللي تعرض الرضع لمخاطر عدة. ووجدت الدراسة أن الرضع يتعرضون لهواء ملوث وهم داخل عربة الأطفال التي يدفعها الآباء لأنهم أقرب إلى الأرض، وبالتالي فهم معرضون أكثر لعوادم السيارات اللي تلوث الهواء، فمستويات التلوث تكون أكبر في الهواء القريب من سطح الأرض وخاصة على مسافة أقل من متر، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لما يصل إلى 60% من الهواء الملوث بالجسيمات الدقيقة مقارنة بالبالغين. وقال الباحثون في المركز العالمي لبحوث الهواء النظيف في جامعة سيري إن نظرا لمدى ضعف الرضع بسبب أنسجتهم وأنظمة المناعة وعملية تطور الدماغ في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم، فإن تعرضهم لهذه المستويات الخطيرة من التلوث يثير القلق بشدة. وأضاف الباحثون كذلك أن التلوث على جانب الطريق يحتوي على مستويات عالية من المعادن السامة اللي تمكن أن تسبب في إعاقة نمو والدماغ عند الرضع. ولتجنب هالمخاطر نصح معدو الدراسة بضرورة تجنب الطرق المزدحمة ووضع أقطية على عربات الأطفال لتقليل وصول الهواء الملوث إليهم. ولم تنظر الدراسة اللي نشرت في مجلة البيئة الدولية في جودة ونوعية عربات الأطفال وما إذا كانت بعض هذه العربات أفضل من غيرها أو توفر حماية أكبر من التلوث. ودعا الباحثون إلى ضرورة بذل جهود أكبر للحد من تلوث الهواء أو الحد من آثاره السلبية، مثل خفض انبعاثات مركبات الطرق، تشجيع استخدام وسائل النقل العام بشكل أكبر لتقليل عدم المركبات التي تسير في الشوارع. طبعا يمكن كعنوان شوية يشد الانتباه أو يخوف من ناحية خطورة عربات الأطفال على أدمغة الرضع، بس الناحية اللي فكر فيها كذلك ونبهنا إلها يعني حتى نوعية العربة، يعني إذا كانت العربة أو الطفل وايد نازلة يعني تقريبا يعني ما بنقول ملامسة للأرض بس في حدود الأرض يعني شوية مرتفعة عن الأرض، ف
الكبار أكثر يتعرض له الطفل، وخاصة إذا كانت العربة مكشوفة. نحن ما نتحدث عن العربات المرتفعة، نتحدث عن العربات اللي تكون نازلة، وخاصة في الطرق اللي تكون مزدحمة سواء بالسيارات سواء بالشاحنات. فالطفل يتعرض لقبار كثير، خاصة في مع الناس اللي بتعبر الشارع في هذه الفترة اللي يكون الشارع فيها مزدحم. كان حتى الحلول اللي حطوها العلماء أنه يعني يتغطى العربة، الطفل يتغطى، أو أنه ما يعني ما نعرضه لهذه الأماكن اللي تكون فيها ازدحامات كثيرة وتعرض للقبار وتعرض للتلوث اللي يطلع من السيارات، سواء الغازات اللي تطلع أو الأقبرة أو المواد اللي موجودة حتى في الشارع نفسه. فيفضل أن تكون العربة شوية مرتفعة. الطفل إذا طالعين في مكان إذا تهوية صوب البار صوب البحر صوب يعني الحدائق، يعني بالعكس الهواء يكون نظيف والهواء الطفل يستانس أنه يكون يعني حتى ما بيحتاج تغطية. بس إذا الأماكن تكون مزدحمة، الأماكن اضطرينا يكون الطفل ويانا في أماكن تكون مزدحمة بالسيارات بنعبر الشارع، يكون شوي على الأقل كرسي العربة يكون مرتفع. ثاني شيء، أو نضطر أن نغطي الكرسي، نغطي الطفل أو الكرسي كامل، يعني تكون المهم قماشة خفيفة عساس الطفل ما يتعرض للقبار أو يتعرض لهذه التلوثات كلها ونحن قاعدين نمشي أو سايرين مكان والطفل ويانا. كذلك نقلل طلعاتنا في الأماكن المزدحمة اللي فيها هذه التلوثات كلها. هذه بخصوص هذه الدراسة، مو بأن كل العربات عليها خطورة، لا، في أشياء معينة هم ما نصحوا بعربات معينة أو نصحوا بشيء معين، بس عرضوا أن هذه الأشياء خاصة، ركزوا على أن الأطفال خاصة الرضع لأن أعمارهم جدا صغيرة. وثاني شيء، الطفل الرضيع يعني جسمه سبحان الله يكون حساس، ما يكون مثل الطفل أول، كل ما يكبر تحسون حتى سبحان الله جسمه يكون مختلف. حتى يعني بتلاحظون أن أي شخص أي طفل تبون العيادة الأدوية، أدوية الصغار الرضع تماما تختلف، حتى النسب اللي نعطيها تكون مختلفة. في أدوية ننصح الأهل أن ما يأخذونها الأطفال رضع، على عكس عقب سنة يمكن أو عقب سنتين يبتدي الطفل يأخذها بدون أي مشكلة. ففي أشياء معينة نركز عليها بخصوص الأطفال الرضع، خاصة أن جسم يبتدي ينمو في هذا السن ويكونون يعني هاي الفترة تكون جزء يعني تقريبا حساسة. فأي شيء يأثر على نمو الطفل وخاصة الأشياء اللي يستنشقها الطفل يعني جدا تكون مهمة أن ننتبه لها. ممكن مرات نعتبرها شيء بسيط بس تأثيرها حتى وسلبياتها تكون كثيرة. فهذه دراستنا لليوم اللي هي خطورة عربات الأطفال على أدمغة الرضع، وقلت للأمهات والأهالي لا تتخوفون، مو بسالفة كل العربات، لا، تكلمنا الموضوع أن إذا كان الطفل الكرسي اللي قاعد فيه في العربة وايد نازل وعرضناه لأماكن تكون مزدحمة بالسيارات أو نعرف أن فيها قبار وايد وفيها ملوثات في الهواء في الجو تكون كثيرة. وكذلك يعني إذا بما أن الطفل يكون نازل وايد كرسية تقريبا ملامس للأرض أو قرب الأرض، فمرات يكون تعرضه للقبار وتعرضه لهذه الأشياء وتهيج جسمه يعني بعد لها أثرها مستقبلا في للطفل. وقلنا كذلك العلماء حطوا أن عشان التجنب من هذه المخاطر نصحوا بنصيحتين اللي هي تجنب الطرق المزدحمة، يعني إذا الطريق كله سيايير وزحمة وقبار ما في داعي نطلع الطفل إذا شيء غير ضروري، أو وضع أقطية على عربات الأطفال لتقليل وصول الهواء الملوث لهم خلال تطليعنا لهم في يعني إذا طالعين كنا وياهم ماشي طالعين بدون استخدام السيارة أو في أماكن معينة أحتاج الطفل يكون يعني من مكان لمكان بعدي الشارع الطفل وياي في عربته، بالعكس في العربة يكون أأمن لأن الطفل يكون قاعد يكون مغطى يكون بس يعني أمن عليه يعني
يعني حتى بالحزام أكون مسكرتنا، وأهتم لعربة الأطفال لأن فيها أشياء جدا مهمة أركز عليها حتى قبل ما أخذها، يعني سهولة استخدامها، راحتها، راحة الطفل فيها، يعني ما تكون لضيجة ولا تكون جدا واسعة. كذلك بالنسبة للحزام اللي فيها أركز عليه وايد، يعني ما يتعب الطفل، ما في أجزاء حادة يمكن تأذي الطفل. هاي أشياء معينة يمكن تكون بسيطة بس جدا مهمة نركز عليها في عربة الأطفال. ويمكن الأمهات أو الآباء اللي عندهم أطفال صغار عارفين أهمية هذه، يعني العربة خاصة في التنقلات، في السفر، في تقريبا حياتهم اليومية، خاصة أن الطفل مرات يقعد فيها فترات طويلة، فيحتاج أن ناخذها بعناية ونركز على أن أخذها، لأنه ما بتم عندي سنة، يمكن بتم سنوات طويلة وياية. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نشكركم على حسن استماعكم لهذه الحلقة. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.